لي تقريبا 9 سنين بشوف على لوحة ركوب الأمواج. يعني احنا كنا نشوف الشباب المنقذين الكبار كنا نشوفهم يعني بيركبوا الأمواج، كانوا ليش على شاطة خشب، بعد هيك اجوا شاطات كبار تعون شراع، الشراع الكبير 3 متر و4 متر. فأول ما كنا نشيط في هذه الشاطات 3 متر كنا نمشي تقريبا 5 متر ونقع، 5 متر ونقع شوية ونقع كبار. فلما صار يعني معابر وما معابر جبنا تقريبا لوح أو لوحين صغار زي هيك، فما كانش طبعا تكفي لعشرين وثلاثين شاب. إجا عندنا أجنبي اسمه ماتيو أولسون، فشافنا يعني منشيط وبنركب الأمواج، عندنا طاقة بس فيش ألواح نشيط عليهم. تقريبا أول إشي جاب لنا 4 شياطات، يعني كنا تقريبا معدودين على الأصابع، يعني تقريبا 5 تنفار 6 تنفار. For 2 years we've been trying to get this shipment of surfboards in, and surfboards have been on the list of prohibited goods under the conditions of the Israeli embargo on the Gaza Strip. شو اسمه الحصار الإسرائيلي مأثر علينا من ناحية المعابر، إغلاق المعابر بشكل كامل، يعني لا مخلينا يعني نقدر نطلع من البلد هذا ولا إيش، يعني فيش إلا يعني هويتنا إنه البحر تبعنا، هان الشاطئ تبعنا. الشياطات مثلا تجينا هذه جاتنا بصعوبة، يعني قعدنا بيجي حوالي 4 سنين أو 5 سنين قبل ما جاتنا شياطات، وبعد جات له شياطة عاملكم على اسمه، يعني بصعوبة لما اجتنا الشياطات هذه. ويعني في برضه شباب برضه بمارسوا الهواية هذه بس فيش عندهم شياطات. كل مكان في شياطات زي هدول، في قطاع غزة بتلاقي فيه إقبال كبير، يعني هذه مثلا 2 3 بشيطوا عليها، الشياطة الثانية برضه 2 3، يعني لو في كان إمكانيات في معابر إنه تيجي هذه الشياطات بتلاقي فيه إقبال من الشباب كثير. حتى لو أنا مثلا أجيب على هذه على حسابي الخاص، مش مثلا إنه واحد يجيب لي إياها، لا ما فيش، على حسابي الخاص. إسرائيل مانع على الشيء هذا. أنا حلمي يعني إنه نشارك في هويات برا مثلا مع الدول العربية الأجنبية، إنه نطلع مثلا برضه نتدرب الهواية هذه في الدول الخليجية والدول الثانية يعني. دربني بس اخوي يعني اداني تعليمات عنها، واللي بمارسها بحبها، يعني بتنسيك اي شيء، يعني بينسيك الهموم. احنا حابين يعني في قطاع غزه نعمل نادي لركوب الامواج، يعني زي تاهيل للشباب، يعني بدل مثلا تضيع وقت هان وهان نعمل نادي لركوب الامواج في قطاع غزه، يأهلهم انهم يشيطوا على هذا القلشان.